خسارة كانت امام الشباب، وكان يعني قد استلم احمد عبدالله المباراة قبلها ب 24 ساعة. جمعة يرسل كرة على الجانب الايسر، محاولة لبراسس البرازيلي على الجانب الايسر، يحاول يرسل كرة امام السمعة، يرسل كرة على الجانب الايسر، محاولة لبراسس البرازيلي على الجانب الايسر، يحاول يرسل كرة امام في مدينة عجمان في ملعب نادي عجمان. المباراة انتهت باربعة اهداف مقابل هدف. البركان خرج في الموسم الماضي بامان بالفعل، حقق الان بالرغم من انه لما على 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 الورق نقول ان العين هو اكثر من يستحوذ، 41 هدف ويبحث عن هدفه رقم 42، بينما على الجانب الاخر ايضا سموات جان لديه 53 هدف. وهنا كرة مكوفة باصص ممكن جول، الله، اول هدف المباراة سموات جان، كان هو الاقرب هو الازرع، لاحظ اللقطة وبستوس كرة على راسية تجان لا تخيب اللاعب احمد الشامسي، ومحاولة هل تأتي بهدف ثاني خطيرة، الله، هدف ثاني يا احمد عبد الله، هدف ثاني يا تجان، الثاني جد بالفعل، هو في حد غيره، هو في حد غيره، رأسية في المرمى تهتز شباك البركان من طريق جد في المرمى، هدف ثاني لزعيم يأتي أمام الرمية، تمس محاولة على الجانب الأيسر، كرة ترسل أمامية عالية باتجاه أسموات جان، تسديدة قوية من أسموات جان، تسديدة قوية، التفاف دواء من أحمد الياسي، بينما مهمة ينجح فيها سيد أحمد عبد الله، التقدم لخالد، يرسل كرة لأسموات، خطيرة ممكن جول، بطولة كأس الاتصالات. تستمر المباراة مشاهدينا متابعينا، بطولة كأس الاتصالات. تستمر المباراة مشاهدينا متابعينا. كرة ملعوبة على الجانب الايسر في الجولة القادمة، الله على مرور، الله على ارسال كرة. كرة ملعوبة على الجانب الايسر في الجولة القادمة، الله على مرور. كرة ملعوبة على الجانب الايسر في الجولة القادمة، الله على مرور. تكون واضحة يعني حتى ثواني أخيرة من ساعة ملعب بحضون في هذه المباراة، أن تقدم مباراة كبيرة للتعوض ذاتك مع انطلاقة شوط المباراة، في هذه المباراة أن تقدم مباراة كبيرة للتعوض ذاتك مع انطلاقة شوط المباراة.